واحد بعت لي رسالة بيقول أنا عندي 15 سنة وبسأل لماذا السيد المسيح لم يأخذ باقي التلاميذ معه عندما أخذ يوحنا وبطرس ويعقوب؟ دول كانوا ليهم كرامة معينة أكبر بالباقيين ومحبة عند ربنا أكتر بالباقيين. واحد بيقول أنا حظي قليل جدا وعمري ما أعمل حاجة وتكون نهايتها مكسب، دايما النهاية خسارة، وأنا أسوأ حظ في زمايلي كلهم ومظلوم من كل الناس. عايز رأي قداسة، ما تتضايقش أوي. إن كانت مرت عليك ظروف وحشة إن شاء الله في المستقبل تجيلك ظروف أحسن من كده وتتحسن حالك. يعني هي مش مسألة حظوظ، ظروف معينة، ما تتضايقش يعني.